نتكلم على ملف أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وقلنا ويمكن ده واضح للجميع أن الدولة المصرية والقيادة السياسية في الوقت الحالي أظهرت اهتمام غير مسبوق بهذا الملف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بيكون عنده حرص شديد جدا على التواجد مع الولاد دائما وأبدا وفي كل المناسبات، ودايما مهتم بيهم بكل ما يخصهم وبكل مشاكلهم. وحقيقي أن الاهتمام ده كان لي أثر السحر وأثر إيجابي جدا على نفسية الولاد أولا، وكمان على نفسية أهليهم. ولما بنتكلم على أصحاب القدرات الخاصة دايما بنتكلم إن أهليهم بيكون ليهم الفضل الأول، ويعني ليهم دايما المسؤولية الكبرى في تحمل المسؤولية وإن هم يكونوا بيهتموا بولادهم. احنا النهاردة قدام واقع ملموس على الدولة المصرية، وعلى أرض الواقع بنشوف حجم الاهتمام، بنشوف التعامل مع هؤلاء الأبطال اللي أنا بشوف إن هم فعلا أبطال من نوع خاص، سواء كنا بنتكلم على ذوي الإعاقات الحركية أو الذهنية. الاتنين أبطال فوق العادة، لأن أنا دايما بقول حتى على المستوى الرياضي وهو الشأن اللي احنا متخصصين وبنتكلم فيه، بنقول إن أبطالنا من الأسوياء بيواجهوا خصم واحد فقط، هو اللاعب أو المنتخب اللي هم بيقابلوه، المنتخب اللي بيكون ضدهم، وبالتالي الأمور ممكن تكون سهلة نوعا ما. وأنا هنا مش بقلل على الإطلاق من حجم الجهد أو الإنجاز اللي هم بيتمكنوا من تحقيقه، بس السباحة مع التيار بتختلف تماما، إنك بتكون بتسبح عكس التيار. وأبطالنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة سباحتهم دايما عكس التيار، وهقول لكم ليه. البطل من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة هو في الحقيقة بيواجه أكتر من خصم، مش خصم واحد زي الأسوياء زي ما قلت لكم قبل كده. بيواجه أولا خصم اسمه الإعاقة اللي بيعاني منها، وبيواجه كمان خصم اسمه المجتمع، واللي مازال حتى الآن في البعض منه نظرته لأبطالنا مش أحسن حاجة، مش كما يستحق هؤلاء الأبطال، وده واقع إحنا بنعيشه. ده بالإضافة لخصمه الطبيعي اللي هو المنافس اللي بيكون ضده أو اللي بيكون بيلعب قصاده. عشان كده بقول إن هم أبطال فعلا من نوع خاص ومن طراز فريد، وأبطال فعلا يستحقوا كل التقدير والاحترام، ورسالة الاحترام دي ممتدة زي ما قلتلكوا لأهاليهم وأولياء أمورهم، لأن هم فعلا بيتعبوا جدا جدا، وبتكون رسالتهم في الحياة ضعف الرسالة إلا أهالي الأولاد الأسوياء بيأدوها. الدولة المصرية أبدت اهتمام كبير جدا بهذا الملف، بنشوف في المؤتمرات حفلات قادرون باختلاف اللي طبعا بتتنظم بشكل دوري، بنشوف سيادة رئيس الجمهورية وهو واقف وسط الأولاد في رسالة بتحمل يعني كل معاني الإنسانية، كل معاني الدعم والحب. أهم هذه المعاني إنكم مش لوحدكم، إحنا معاكم، إحنا في ظهركم، هنقدم لكم كل الدعم الممكن على جميع المستويات، سواء كانت بقى المستويات المادية أو المعنوية والنفسية على المستوى الرياضي. عندنا أكتر من هيئة في الوقت الحالي أصبحت مهتمة بتنظيم الأحداث الرياضية لأولادنا ورعايتهم، زي اتحاد ألعاب الإعاقات الذهنية والأولمبياد الخاص المصري، وكمان اللجنة البارالمبية والاتحادات البارالمبية المنبثقة منها. بنشوف أحداث وبطولات بتقام على كل المستويات، سواء كانت محلية، قارية أو دولية. بنشوف كمان دلوقتي اهتمام غير مسبوق برياضات ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، والحقيقة إن الدولة المصرية في الوقت الحالي شريك أساسي في هذه النهضة، من خلال الدولة طبعا اللي وفرت الملاعب، الأندية، البنية التحتية. ولكن ده ما ينفيش إن ما زالت في مشاكل عند أسر هؤلاء الأبطال، دي حقيقة برضو ملموسة، يعني إحنا شايفينها. ممكن المشاكل دي تكون مشاكل مادية على سبيل المثال، وممكن تكون مشاكل نفسية، وأنا بشوف إن المشاكل النفسية لا تقل خطورة عن المشاكل المادية، بالعكس المشاكل المادية مقدور عليها نوعا ما، لكن المشاكل النفسية في وقت من الأوقات بتكون عائق حقيقي أمام هؤلاء الأبطال.
خلينا متفقين إن مش كل الأسر ممكن يكون عندها القدرات المادية اللي تقدر من خلالها تصرف على تدريبات مشاوير للأندية، التدريبات بقى البرايفت وخلافه من الاحتياجات المادية. وبالتالي مطلوب من الهيئات اللي احنا اتكلمنا عنها، سواء كانت اتحاد الإعاقات الذهنية أو الأولمبياد الخاص المصري، إن يكون فيه اهتمام أكتر وإنفاق أكتر وأكتر.